المؤتمر الحمر كما سبق لكم عرفتوه هي جمعيات أسست في 2017. كان عندنا طموح كبير، كانت عندنا إرادة كبيرة باش نطلقوا، لكن تصادفت مع 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 كورونا، مع كوفيد. ومن بعد 2021 كان بوست كوفيد، كانت ظروف صعيبة. انطلقنا فعليا في شهر 7 2021 بتنظيم لحد الآن ثلاثة ديال السهرات كبيرة. وهذه السهرة هذه تنقدموها كنقدموها بتعاون مع الجماعة، مع مقاطعة عين الشق، باش كنقدموا من خلالها واحد السهرة طربية كترجعنا للزمن الجميل، وكتضمن أغاني طربية عربية ومغربية، وكتضمن ريبرتوار من كذلك من الاغاني الوطنيه. ضيوف الحفل عندنا الملحن ديال الملحن الهرم الكبير ديال الالحان المغربيه الاستاذ المايسترو عبد الله عصامي، ملحن ديال نداء الحسن. وعندنا سيدي حاتم ادار اللي كيمثل حتى هو الاغنيه الشبابيه والاغنيه العصريه كذلك يبدع فيها. ومعنا الاخ والصديق عبد الواحد ديبان، تبارك الله عليه ما شاء الله عليه، اون فوا دو تينور، اغنيه شبابيه وكلاسيكيه. وعندنا كذلك المجموعه الصوتيه ديالنا اللي غادي تقدم واحد الوصلات من ريبرتوار الشرقي وكذلك من الريبرتوار المغربي. الهدف تاع هذه الجمعيه هو احياء الاغنيه المغربيه خاصه والعربيه بطريقه عامه. وكيف ما كنشوفوا هذا الجيل الجديد كلشي كيمشي للاغنيه الشبابيه اللي حنا تتعجبنا، ماشي حنا كونتر هذه الاغنيه، مي حنا كنبغيو نحيو التراث المغربي القديم، تراث الاجداد ديالنا، محمد الحياني، عبد الهادي بالخياط، فتاح المزقلدي، دونك كلشي الاغاني القديمه اللي دابا الشباب اللي دابا ولا تقريبا تنسات هذه الاغنيه، وحنا كنبغيو نحيو الاغنيه المغربيه والأغنية العربية بما فيها المغنيين والموسيقى الكلاسيكية القديمة تاع السنوات الخمسينات والستينات، أم كلثوم، عبد الحليم، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش. هذه الأغاني اللي كانت كت لا 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 باس ديالها هي القصيدة والشعر واللغة العربية الأصيلة والموسيقى الأصيلة. وهذه الجمعية كت المجموعة كلها تقريبا كتتكون من الكوغال، وكتكون من الناس اللي عندهم اصوات جميله اللي كنحاولوا حنا هاد الاصوات على لا جونيس تاع دابا اللي كنحاولوا نكونوها باش تاخذ هاد المشوار تاع الاغنيه المغربيه الكلاسيكيه ونجددوا الامجاد اللي عشنا فيهم اللي كنا صغار. درنا هاد الحفله في عين الشق في مركب ثقافي عبد الله قنون، وغادي نديروا ان شاء الله كورال بمناسبه عيد الاستقلال، اغاني مغربيه ديال المسيره الخضراء. قالوا لي غتغني واحد الاغنيه ديالك فرديه. ان شاء الله ضروري غادي نغني بمناسبه انه غادي يكون حاضر معنا السي عصامي الملحن الكبير ديالنا اللي لحن الفنانه الكبيره سميره بن سعيد. غادي نغني ان شاء الله الاغنيه ديال سميره بن سعيد، شي مقطع صغير اللي لحنها ليها، هو اللي لحنها ليها ملي كان عندها 13 سنه. كيفاش تلاقينا سؤال ما عرفت جوابه، كيفاش تلاقينا سؤال ما عرفت جوابه، اول ما فتحت قلبي لقيتك في بابه، اول ما فتحت قلبي لقيتك في بابه.